تشيكو قال او بوتشيكو قال باتشوكا معلش باتشوكا المكسيكي، المباراه اللي خسرها النادي الاهلي. معانا المنسق الاعلامي لنادي كلوب ليون المكسيكي رودريجيز، جابرييل رودريجيز، هو ضيفنا دلوقتي في السادسه. بدايه طبعا برحب بيك وبشكرك على مشاركتك معانا، اهلا وسهلا بيك ومبروك التاهل لبطوله كاس العالم. مساء الخير أحمد. Gracias أحمد. Para ustedes أشكركم على هذه الاستضافة وعلى هذه المقابلة، وهو شرف لي أن أشارككم هذه المقابلة. يعني بداية، إزاي شفت مشوار كلوب ليون للتأهل لبطولة كأس العالم وتحضيراتكم أو استعداداتكم للمشاركة في البطولة الأهم على مستوى الأندية عالميا؟ هو بالنسبة لنا شرف كبير أن نشارك في هذه البطولة. قد كانت مسيرة طويلة في نهائيات بطولة الكونكاكاف التي لم نفز بها منذ سنوات، واستطعنا أن نهزم فريق لوس أنجلوس الأمريكي في النهائي. لقد كانت مباريات صعبة والحلم تحول حقيقة في النهاية لكي نكون في مواجهة كبار الأندية في مونديال الأندية. يعني من الواضح طبعا من اللبس ومن الباك جراوند أن اللون الأخضر هو اللون اللي بيميز فريق كلوب ليون. بتكلمني من داخل نادي كلوب ليون المكسيكي او المكان اللي انت متواجد فيه حاليا؟ نعم هذا حقيقي. انا نتفائل بوجود الفرق المكسيكيه ممثله عن الكونكاكاف، لانه سبق للاهلي مواجهه اكثر من فريق. لكن خلينا نتكلم، هل في استعدادات خاصه لفريق كلوب ليون قبل المشاركه او السفر للسعوديه لبدايه المشوار؟ اعتقد انه هتبداوا امام اوراوا الياباني في الدور قبل النهائي. هل في استعدادات خاصه؟ هل في صفقات محتمله؟ اعرف منك خريطه استعداداتكم. اوراوا دي خابون. في الوقت الحالي نحن نركز في البطولة المحلية في الدوري المكسيكي فيما يسمى مرحلة البلاي إن، وسنلعب مباراة أمام سان لويس، وإذا فزنا بهذه المباراة سنتأهل للمرحلة الإقصائية من المرحلة الافتتاحية الأبرتورا، ولهذا فنحن نخوض هذه المباريات كاستعداد. الطاقم الفني واللاعبين والإدارة، الجميع متحمس بشكل كبير لكي نلعب دورا كبيرا في مونديال الأندية. علينا أن نفكر أولا في مباراة الغد، لأننا نحضر للبطولة المحلية منذ فترة طويلة، وأعتقد أن هذه الفترة هي فترة كبيرة وقوية لنا كإعداد. الآن نفكر في البطولة المحلية، ولكن في الأسابيع المقبلة سنبدأ في التفكير والتحضير لمونديال الأندية بكل تأكيد. لكن بالتأكيد على مستوى الإدارة، يعني بعد التتويج والفوز بلقب الكونكاكاف كانت فكرة التحضير والتأهيل للمشاركة في بطولة كأس العالم. يهمني أعرف إزاي استعديتوا، هل تم على مستوى السكواد مثلا، هل تم إبرام صفقات جديدة أو إضافات جديدة على فريق كلوب ليون؟ هل استمرت الإدارة الفنية اللي حققت لقب الكونكاكاف، ولا كان في تغيير على مستوى الجهاز الفني؟ الفريق يحافظ على قوامه سواء على فيما يتعلق بقائمة الفريق أو بالمقعد المدير الفني الإدارة الفنية. وهناك فيدريكو بينياس من اللاعبين المهمين الذين استخدمناهم، نيكولاس لوبيس تامبين أيضا، وهناك بورخا سانشيز اللاعب الإسباني في الفريق. نمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين الجيدين، وهذه هي القائمة الحالية التي نمتلكها نشارك فيها في البطولة المحلية في المكسيك، وبطبيعة الحال سنشارك بها أيضا في مونديال الأندية، والجميع لديه نفس الطموح للمشاركة في مونديال الأندية. فريق كلوب ليون يستعد منذ سنوات طويلة لمثل هذه اللحظة، والجميع يعيش في لحظة رائعة. لقد مررنا بلحظات رائعة على المستوى المحلي وفزنا ببطولات محلية،
ولكن بالنسبة لنا مونديال الأندية هو تحدي كبير. بالتأكيد في المكسيك تسمعوا عن الأهلي، لأنه الأهلي واجه أكتر من فريق مكسيكي. يمكن كنت بقول في البداية أنه اعتدنا على مواجهة الفرق المكسيكية ويمكن البرازيلية في السنوات الأخيرة في النسخ الأخيرة من البطولة. قابلنا كلوب أمريكا في بداية الألفية، قابلنا باتشوكا، قابلنا مؤخرا مونتري المكسيكي. إيه الانطباعات اللي أنتوا كونتوها عن النادي الأهلي، وإزاي بتستعدوا لمواجهة يعني كل الفرق بالنسبة لكم منافسين محتملين في البطولة؟ نعلم أن الأهلي فريق مهم للغاية، فريق كبير، وهو في مدينة كبيرة مثل القاهرة ولديه تقاليد عريقة في كرة القدم. كل الفرق المشاركة حاليا في مونديال الأندية هي أندية تمتلك إنجازات كبيرة وتمتلك بطولات كبيرة. لا يوجد منافس سهل في مثل هذه البطولة. البطولة تمتلك قيمة كبيرة، وكل الفرق التي تشارك تمتلك قيمة كبيرة في كرة القدم، ولعبت بانتظام مباريات كثيرة. ونعلم أن منافسنا في بالنسبة لنا المنافس الأول لنا سيكون أوراوا، وهو فريق صعب جدا، وهو أحد الفرق التي تدوج بالدوري في اليابان بشكل مستمر. نحن في الوقت الحالي ننتظر هذه المباراة. بالطبع هناك منافسين آخرين مثل فلومينينسا البرازيلي، مانشستر سيتي الذي يضم أفضل لاعبين في العالم، ولكن الهدف بالنسبة لنا في الوقت الحالي نحن نخوض الفترة الحالية على فترات التفكير في البطولة المحلية، ولكن أمامنا بعض الأسابيع لكي نستعد لمونديال الأندية، وسيكون هناك التزام كبير وتفاني كبير من الجميع لهذه البطولة. من وجهة نظرك يعني إزاي بتشوف شكل المنافسة على اللقب، ومين الفرق اللي ممكن يكون عندها؟ طبعا السيتي متفقين انه يمكن يكون افضل الفرق حظوظا كمرشح اول للقب، لكن شكل المنافسه ومين ممكن يكون منافس قوي لتحقيق لقب بطوله كاس العالم للانديه القادم؟ المنافسه بطبيعه الحال ستكون قويه للغايه منذ المباراه الاولى. أتحدث عن مباراة الاتحاد وأوكلاند. نعم، الاتحاد فريق قوي للغاية. هناك أيضا كلوب ليون وحضراتكم ممثلون كالأهلي المشارك بصفة مستمرة. أعتقد أنه منذ بداية البطولة الأمور ستكون قوية للغاية. نؤمن بقدراتنا كفريق كلوب ليون، ونتمنى بالطبع مواجهة فريق مثل مانشستر سيتي المرشح الأول للقب، ولكن علينا أن نتخطى المرحلة أو المباراة الإقصائية الأولى بالنسبة لنا أمام أوراوا. ولكن علينا أن نفكر أولا، يجب أن نفكر قبل التفكير في التأهل للنهائي أو مواجهة مانشستر سيتي. علينا أن نضع أقدامنا على الأرض ونفكر في أوراوا ريدز أولا. جماهيريا هل يعني يمكن مسافة بين القاهرة وجدة مش كبيرة جدا، والأهلي يعني إذا كنت تعلم لديه في منطقة الخليج جماهير غفيرة بالتأكيد هتكون حاضرة في مساندته، هل ننتظر حضور جماهيري لمشجعي كلوب ليون في السعودية؟ أعتقد أن المكسيكيين موجودين في جميع أنحاء العالم، وهناك جالية ليست بالقليلة في السعودية، وهناك أيضا مواطنين سيسافرون من مدن أخرى، ولهذا أعتقد أن الجماهير ستكون حاضرة بأعداد كبيرة. بتعتمدوا على مدارس معينة من أمريكا اللاتينية في استقطاب المحترفين، ولا الفريق بيضم جنسيات من يعني من كل مكان في العالم؟ نعم، كلوب ليون فريق منفتح على جميع لاعبين في العالم. لقد حظينا باستقدام اللاعبين من دول كثيرة. هذا يساعدنا بطبيعة الحال على أن نكون قائمة قوية من الفريق، ولكننا نحتفظ أيضا بهوية الفريق سواء من الدول المجاورة لنا في أمريكا اللاتينية أو من الدول العربية أو من أوروبا بطبيعة الحال مثل إسبانيا. يهمني أسمع رأيك كمان في
مسألة توقيت البطولة، هل بتشوف بالنسبة لكم انتوا وبالنسبة لارتباطاتكم، طبعا انا عارف ان في اختلافات في التوقيتات الخاصة ببداية البطولات في افريقيا عن امريكا اللاتينية، سواء كنا بنتكلم على الكونكاكاف او عن كوبا ليبرتادوريس، لكن يهمني اسمع رأيك في توقيت البطولة وفكرة استضافة السعودية طبعا مع بعد المسافة عن المكسيك، فكرة استضافة السعودية للنسخة اللي جاية من كأس العالم. أعتقد أن أجندة مباريات كرة القدم وهذا واقع الأمور تكون أصعب من سنة لأخرى، ولكن أعتقد أن هذا الأمر ينطبق على جميع الأندية التي تشارك. بطبيعة الحال علينا أن نكون جاهزين ونستعد بكل قوة لكي نسافر إلى مونديال الأندية في كامل الجاهزية، ولكن عليك عندما تسنح لك فرصة مثل فرصة المشاركة في مونديال الأندية عليك أن تستغل هذه الفرصة بأفضل شكل ممكن. بطبيعة الحال الأجندة ليست مناسبة بشكل كبير للفريق لأننا ما زلنا في خضم البطولة المحلية في الوقت الحالي، ولكن في كل الأحوال علينا أن نستمتع ونستغل هذه الفرصة التي لا تأتي كثيرا، والفريق يستمتع بهذه اللحظة ويستعد قويا لهذه البطولة. أنا أتمنى لكم طبعا رحلة سعيدة لمنطقة الشرق الأوسط، زي ما اتمنى ان احنا يكون لنا رحله سعيده في المكسيك اللي هتستضيف كاس العالم بقى للمنتخبات. ويهمني اعرف منك يعني هل بدات بالفعل المكسيك في التحضير لاستقبال نسخه كاس العالم 2026، وايه اللي توعد بيه جماهير الكره على مستوى العالم فيما يتعلق بمونديال الكبار او مونديال المنتخبات؟ المكسيك ستستضيف كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها. هناك العديد من الاستادات التاريخية مثل استاد أستيكا، ونحن كفريق كلوب ليون سنعيش أجواء البطولة عن كثب، لأن هناك بعض المباريات ستلعب بالقرب من النادي، وسنستضيف بطبيعة الحال أشخاص ومواطنين من جميع أنحاء العالم، وستكون تجربة رائعة للمكسيك. وأيضا مدينتنا ستستضيف بعض المباريات، هناك ذكريات كثيرة لنا طيبة في كأس العالم، والمكسيك كل المكسيك من الشمال إلى الجنوب ستكون مستعدة لهذه البطولة، ونحن سعداء للغاية. والمكسيك هي بلد كرة القدم أيضا في أمريكا اللاتينية. كل الاحترام لدولة المكسيك والشعب المكسيكي. أنا يمكن بداياتي يمكن من أوائل بطولات كأس العالم اللي تابعتها كانت مكسيك 86 اللي توجد بها الأرجنتين، نسخة طبعا الأشهر لدييجو أرماندو مارادونا، لكن في النهاية طبعا في تشابه كبير جدا بحس أنه بين ثقافة الشعوب وبين تاريخ الدولتين. فنتمنى أنه حتى مباريات المنتخب المصري، مع وعد طبعا أن لو منتخب مصر وقع في مجموعته في ماتشات في المكسيك يبقى في دعم من الجمهور المكسيكي لمنتخب مصر.